تعالوا نشوف تقرير على حاجة مهمة جدا، فعاليات الحدث الأبرز في قطاع المال والأعمال، BT 100 اتعمل تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي. النسخة الخامسة من BT 100 كرمت في احتفاليتها 100 شركة وشخصية هامة لعام 2021. طيب ليه تم تكريمهم؟ تم تكريمهم لأن هم ساهموا في تعزيز الاقتصاد المصري، لأن هم ساهموا في تنمية المجتمع بمختلف قطاعاته، وده المهم جدا. شوف التقرير هتفهم أكتر. اولا انا بشكر كل الناس اللي كانت وراء التنظيم بتاع بي تي 100 والجوائز اللي اتوزع فيه، اللي احنا متعودين نزوره كل سنه، وبيبقى نتيجه شغل شركات وشخصيات محترمه قدرت بمجهودها وبشغلها خلال السنه توصل لانها تاخد تكريم وجائزه في بي تي 100. طبعا النهارده فزنا بجائزه اول مشغل متكامل في مصر. احنا في 2017 اول ما اطلقنا شعار او العلامه التجاريه وي شركه مصريه للاتصالات، كنا اول مشغل متكامل في مصر يقدر يقدم كل خدمات الاتصالات. الجائزه النهارده هي تكليل او نتيجه مجهود كبير جدا لفريق عمل كبير جدا، منظومه كبيره جدا زي المصريه للاتصالات، قدرت في خلال الخمس سنين اللي فاتوا توصل لنتائج نفخر بها كلنا كشركه وطنيه، ولسه دي كانت بدايه بس الانطلاق. انا سعيد جدا النهارده بالتكريم من بي تي 100. يمكن التكريم ده هو الثالث لشركه جي ال سي. التكريم الاولاني كان احنا كاكبر حصه سوقيه للدهانات في السوق المصري. النهارده التكريم جاي بالنسبه لنا حدث خاص، لانه احنا التكريم حصل بالمناسبة بتاعت ان احنا قدمنا افضل ست كولر ترند بتاع 2022، اتعمل بطريقة جديدة بالاشتراك مع ابرز خمس مهندسين في مصر، ولاقى نجاح كبير جدا على اثره تكرمنا من بي تي 100. النهارده فخورين وسعداء جدا بجائزه النهارده، هي تدويج لدور استرازينيكا البارز في المجتمع المصري، التنميه المستدامه ودعم الاقتصاد المصري. طبعا الشركه بتحط مسؤوليه كبيره على التنميه المستدامه والمسؤوليه المجتمعيه. قمنا بكتير من الادوار في الفتره اللي فاتت، كانت منها طبعا توفير التطعيمات في اسرع وقت لمصر، وفي نفس الوقت الاجسام المضاده لبعض الفئات من البيشنتس، وات ذا سيم تايم لينا طبعا دور مهم جدا في الرعايه الصحيه، ومنها دعم المواطنين في مختلف الامراض زي امراض الصدر، امراض الاورام، والتعليم الطبي المستمر طبعا للاطباء. نفس الوقت لينا دور مجتمعي مهم كمان في حمايه البيئه، ويمكن احنا مصنعنا في 6 اكتوبر هو جرين لاب سيرتيفيكيشن، وقمنا كمان بمختلف المشروعات في التعاون مع مختلف الهيئات، منها برنامج صحه شباب مصر، وده كان بالتعاون مع 5 وزارات معنيه، والغرض منه ان احنا بنشتغل على السلوكيات للشباب والتوعيه بالتوعيه المختلفه، ان احنا نقدر يبقى عندنا شباب واعي بحمايه البيئه.